مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بالاستوديو المنور. المنور بشو اسمه البروجرام؟ شو رايك؟ شو رايك؟ واليوم نستضيف نجمه الموسم 11 معلمه الاكاديميه دينا من مصر. دينا جلسه. دينا الكاميرا هل في عندي كاميرا لك؟ يعني هي الي فيك هذه الكاميرا بس خلصت تاخذيها معك بس بدها ضروري تدلز. والله يا صبيبه يا صبيبه يا حبيبه يا حبيبي طب خلاص والله هقول شو من قولوا بقى بنبتدي برايك باصحابك اللي كانوا معك بالاكاديمي وبنبتدي بشخص يمكن في حزيزيه انت وياه بس بتبينوا انه ما في حزيزيات انت وياه. لا حتبلش يا حبيبي انا عم بقدم سكوت تركني سيبني هلا سيبني هيك بس بتبيني انه انت كنت كثير منيح بس من بعد ما ظهرتوا من الاكاديميه صار في مشاكل كبيره وانعرفتوا على مظبوط ال 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 شو بتقولي عن الاخت حنان؟ الاخت حنان سلطانة الاكاديمية. طيب. الظاهر انه مش مصدقين الناس هم اللي هيسقفوا مش الناس اللي هنا الناس اللي برا حنان يعني الناس اللي هنا ما تهمكيش يا لهوي على الكلام خسرت الفانز بتوعهم وشو بتقولي لشانتال جعجع من لبنان يلي بينك وبينها كان يمكن في شويه زعل او حزن شانتال شركتي في الاكاديمي شركتي في كل حاجه يا حبيبي ما دخلتش في اللي مالكش فيه طيب. ده مبدئيا استنى وفراشه الاكاديمي وامر الاكاديمي وحلاوه انت شو من جايبتك انت عم تقولي انا اللي شو كان فراشه ودلوعه وقمر عباس على لبنان عباس بس لحظه عباس احنا طلعنا فاصل يلا بسرعه زيف توب ميوزك اكشن عباس في مداخله من مروان قال انت ومروان كيف في عداوه انه بيمد ايده عليك وبيخبطك معلش كان في عداوه ليه شو خصنا ده حقيقي والفانز بتاعي بعت لي قال لي يا جينا استنى بقى يا رافي مش معقول كده انت اسمك ايه حمدي رافا طلع اسمك حمدي هنا حمدي استنى يا حمدي المنور احكي لك المهم بقى الفانز بتاعي بعت لي قال لي يا جينا ما تخليش حد يمد ايده عليكي تمام قلت لهم ماشي اوكي بس ايه وجهه نظركم استنى يا ولا بليز استنى بليز كده اوفر الانجليزي لانج على خلينا فريندز عشان احبك حبيبي اوكي لا شو بيقول كده رافائيل خليك حبوب عشان نضل نحبك نضل نحبك المهم بقى فقمت انا قلت لهم ايه بقى ادوني وجهه نظركم من ان انتم مش عايزين مروان يمد ايده عليا هم قالوش مروان هم قالوا اي حد ها شفت كيف؟ هم قالوا قالوا اي حد مالوش مروان طب اترك الميكرو استنى طب لحظه شفت كيف يا دينا؟ اوكي استنى المهم انا قلت مروان ذاكرني المهم شو؟ خبر عادي طيب انا قلت لهم ايه على مالك علي؟ ايه سايلنت انا؟ سعد احب اقول له هتوحشنا يعني برافو عليك صدلة برايم 6 يعني فهمك بحبك حبيبي قلبي الملك علي بعد كل زيف فاهم انت الملك علي بحبك ايش الملك علي علول احلى ضحكه في الاكاديمي حبيبي وبحب صوتك جدا 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 وبيحلل شخصيات حلوه قوي يا جماعه لازم تعرفوا ده الواد ده حلل شخصيتي اول امبارح ما اقولكوش كل حاجه كل تفصيل خليك حالك دلوقتي شانتال كمان حلل شخصيتي وشانتال علي احلى اخت في الدنيا دي كلها شو بدي لها بعيد ميلادها ملكة الاكاديمي بعيد ميلادها شو بدي لها ملكة الاكاديمي بعيد ميلادها شو بدي لها برنسيس الاكاديمي برنسيس احلى صوت في الاكاديمي احلى صوت بالاكاديمي اقول لها كل سنه طيبه يا احلى هايتي في الدنيا
وان شاء الله السنه الجايه يا اختي اشوفك كده نجمه كبيره يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. طب خلاص خلاص السنه الجايه اشوفك مع عريسك يا اختي يا رب. القمر ده يا اختي يا رب. ماشي ان شاء الله. السنه اللي بعديها بقى اشوفك مع البيبي بتاعك ويبقى اسمه دينا عليا الطلاق لو ما سميتيها دينا لا هبهدلك. انت حره. ونسيم ما قلتش عليه يا خلاصي اخرجي يلا اتفضل. نسيم ايدي وجعت. اتفضل بعد بتلعب مع اللعب ابن خيرك هقلبه. اتفضل مروان. اسال شخصيه ممكن اشوفها في حياتي. ثانك يو. لا مروان عايز اقول لك الصراحه سوري برضه انا بحبك يا مروان جدا 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 جدا. ما كنتش بصراحه مبسوطه طول ما انت مش في الأجابة. بصراحه لا كنت مبسوطه كمبدئيا. لا بصراحه لا ما كنتش مبسوطه. لك عباس بحب صوتك قوي يا ابن اللذينة. احلى صوت بالنسبه لي حياتي. او النعمه والنعمه والنعمه ما بكذب عليك. طيب لا بتكلم عباس عن حاجات محمد يا سعد لو سمعت صوتك تاني هشممك ريحه شرابي. انت حر. هشممك ريحه شرابي. انت حر. حياتي قلب باي جرايا علي. حياتي علي علي اي لاف يو. نسيم احب اقول له انت حبيب قلبي. طب نظل لا تحت قولي له.